بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبابي الكرام، بداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى المجلس العلمي المحلي بسيدي قاسم، وأيضا الشكر موصول إلى الأستاذ بومهدي عبد اللطيف الذي وجه لي هذه الدعوة للمشاركة في ندوة عنوانها المنهج النبوي في تدبير الأزمات. وعنوان مداخلتي أحبابي الكرام هو المنهج النبوي في تربية الأبناء. كما تعلمون أحبتي الكرام أنه مما لا شك فيه ولا ريب بأن من أهم مراحل التربية هي مرحلة الطفولة، لأنها مرحلة خصبة لزراعة الأفكار وغرس القيم. فعندما يولد الطفل يولد على الفطرة السليمة مهيئا لأن يتلقى كافة الأفكار الغث منها والسمين، وتكون الفرصة متاحة لكل من يرغب بأن يملأ صحيفة هذا الإنسان البريء الصافي من كل شائبة ودنس. ويكون الطفل في هذه المرحلة المهمة الخطيرة على مفترق أهم طريقين في هذه الحياة، وهما طريقا الخير والشر، ولكل طريق أهله ودعاته، والصراع بينهما قديم بقدم هذا العالم، فهما على طرفي نقيض، دناءة ورفعة، جنة ونارا. وهنا أحبابي الكرام يأتي دور الأهل بتوجيه الطفل إلى أحد الطريقين، فقد بين الإسلام هذه الحقيقة ونبه إلى خطورة هذه المرحلة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولم يذكر الإسلام في هذا المقام لأن الإسلام هو دين الفطرة، فالطفل في هذه المرحلة كوردة جميلة غرسها صالعها في بستان كبير على جوانبه القاطفون الذين ينتظرون اللون الجميل والرائحة الذكية العبقة التي تشرئب لها الأعناق وتشخص لها الأبصار وتهواها القلوب، فسرعان ما يتسابق إليها العاشقون. وهنا يأتي دور الصانع والمالك، فإما أن يعظمها ويهديها لمن يستحقها ويعطيها حقها فتزداد عنده جمالا وعبقا، أو يهينها ويملكها عفوا لمن يبخسها حقها ويحولها إلى حطيم تذروه الرياح ولا يبقى منها سوى الأشواك المؤذية التي تتعطش إلى لذع الأيدي التي تمتد إليها بمجرد اللمس. هذه كانت مقدمة بسيطة وضعتها بين أيديكم أحبابي الكرام كمدخل للحديث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأطفال. دعونا نتعرف على هذا المنهج المحمدي العظيم الذي يجهله الكثير من المسلمين، فذهبوا إلى مناهج غريبة عجيبة يبحثون بها عن تربية صالحة لجيل هذه الأمة. وللأسف ومن العجب العجاب أن يلجأ المسلمون إلى برامج تربوية غريبة وشرقية يكاد سمها يبين للأعمش الذي لا يبصر ولا يرى، ولا يبحثون عن نهج نبيهم الأعظم الذي استطاع أن ينشئ جيلا هز أركان الأرض الأربعة واعترف له بذلك أعداؤه قبل أتباعه، بل غاص العدو في تفاصيل نهجه ليرى كيف استطاع أن يبني هذه الأمة العظيمة التي سادت الأمم لقرون طويلة وستبقى ظاهرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
لقد اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتربية الأطفال، وكان منهجه واضحا جليا لكل من أراد أن يراه ويبصره. ولعل ما سأقوله الآن قد يستغربه الكثير، لكن أنا لا أقول هنا سوى الحق المستند على أقوى الأدلة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم في أمر الطفل وهو في عالم الأصلاب إلى عالم الأرحام إلى بزوغ شمس هذه الحياة. وهناك العديد من الأحاديث وقصص السيرة النبوية التي تدل على هذا القول. سأعطي أحبابي الكرام هنا مثالا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأطفال. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، واستقبله أهلها بالرفض والإنكار، وحرضوا عليه الأطفال ليرموه بالحجارة، ففعلوا إلى أن أدموا قدميه الشريفتين. عرض عليه جبريل وقال له: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداه ملك الجبال وقال له: يا محمد، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال الحبيب الرحيم بأمته وأعدائه: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. إذا تأملنا في هذه الحادثة ماذا نجد؟ بكل تأكيد نجد بأن النبي دعا للأطفال وهم في عالم الأصلاب، ورجى ربه أن يخرجهم موحدين من أهل الجنة لا مشركين من أهل الجحيم. وإذا نظرنا من زاوية أخرى نرى رحمته في أهل الطائف كبارهم وصغارهم، فلم يرضى أن يكون سببا لهلاكهم على يد ملك الجبال وهم على هذه الحال من الكفر، علما بأنهم آذوه وكذبوه. ونستطيع أن نضع هذا التصرف الرحيم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة عريضة للصبر على خطأ الأطفال عندما لا يتقبلون ما يؤمرون به. فمن الصحيح هنا أن نصبر عليهم وندعو لهم، لا أن نهجرهم وندعو عليهم. وهذا هو النهج النبوي الحكيم الذي يأتي بأطيب الثمار وأعظم النتائج. فهنيئا لأمة عرفت فطبقت. وهذا مثال وفي ذلك عدة أمثلة قس عليها في المنهج النبوي في تربية أبنائنا وأطفالنا. أحبابي الكرام، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين مع أبنائنا، أوصانا بأن نعلمهم، أوصانا بأن ندعو لهم، وفي ذلك كثير عسانا أن نتعظ، وعسانا أن نتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في تربية أبنائنا. فهداهم الله وهدى أبناءنا جميعا. إلى هنا أتوقف في هذه المداخلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، سعيد أن أكون معكم في هذه الندوة العلمية المباركة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي لسيدي قاسم. مشكوراً، ووجه شكري لمن كان سببا في هذه الندوة المباركة، الأستاذ الكريم
العلامة سيدي بومهدي عبد اللطيف حفظه الله، الذي جمعنا في هذه الندوة المباركة، وهي ندوة الساعة، ندوة إن تأملنا في عنوانها النموذج النبوي في تدبير الأزمات الاجتماعية والاقتصادية إلى غير ذلك، فإننا نجد لهذا الموضوع يعني مكانة في واقعنا المعيش. فبسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، في الأزمات يكشف الإنسان نفسه وإيمانه، في الأزمات يكتشف الإنسان أخلاقه، في الأزمات تبدأ المخترعات والاحتياطات، في الأزمات تنبثق المنح، في الأزمات نحتاج فنا اسمه فن إدارة الأزمات. مدخلتي أيها الإخوة الأفاضل هو متعلق بهديه عليه الصلاة والسلام، هديه عليه الصلاة والسلام في تدبير الأزمات الاجتماعية. ولذلك في البداية لابد أن نتحدث عن مفهوم الأزمة الاجتماعية. فالأزمة الاجتماعية أيها الإخوة الأفاضل هي حالة طارئة تلحق الضرر بالمجتمع، قد تؤدي إلى انهياره بسبب إكراهات طبيعية كالكوارث والزلازل والفيضانات، وكذلك الأزمة الاجتماعية لها أسباب، سواء كانت أسباب أخلاقية أو سياسية أو اقتصادية كالضغوطات الخارجية من الدول الإمبريالية الاستعمارية. كل هذه الأسباب يمكن أن تشكل أزمات اجتماعية تؤثر على تركيبة المجتمع وتفكك ترابطه الأسري. فما هو الحل النبوي وما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير الأزمات الاجتماعية؟ أيها الإخوة الكرام، من الطبيعي ومن البديهي أن يتعرض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو ينشر دعوته لضغوطات من المشركين واليهود الذين عارضوا دعوته، فألحقوا به وبأصحابه أضرارا نفسية وجسدية، فعذبوهم ونهبوا مالهم واستعمروا ديارهم وقاطعوا أسرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الظروف يعني عاش أزمة اجتماعية حقيقية وصعبة، وعاش المسلمون معه عزلة اجتماعية واقتصادية أفقرتهم حتى أكلوا أوراق الشجر. فما هو الحل يا نبينا يا رسولنا يا أستاذنا صلى الله عليه وسلم؟ كان الحل النبوي سريعا في التصدي لهذه الأزمة الاجتماعية وهذا الظلم والإقصاء الذي مورس على أتباعه خلال بداية دعوته عليه الصلاة والسلام، فأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة بقوله عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى الحبشة، للحبشة، فإن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحدا. فكانت بديلا للتخلص من الأزمة والتبعية القرشية الشركية الغاصبة، وكان حلا نبويا وهديا نبويا في تدبير هذه المرحلة وهذه الأزمة الاجتماعية. والقاعدة أنك إذا ضاقت عليك الظروف وضاقت عليك الأرض فهاجر إلى مكان آخر لعلك تجد فيه مأمنك.
يمكننا أن نأخذ هذه قاعدة. سبحان الله، نبينا عليه الصلاة والسلام أعطانا أعظم حل اجتماعي فعله عليه الصلاة والسلام في تدبير أزمة معارضة الدعوة في بداية دعوته عليه الصلاة والسلام. أول خطوة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لامتصاص الأزمات الاجتماعية التي حاطت بالمسلمين والمضايقات من كل حدب وصوب، أول شيء فعله عليه الصلاة والسلام أنه سن نظام المؤاخاة، فآخى بين المهاجرين والأنصار، ونزل في ذلك قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيها الإخوة الكرام، المؤاخاة كان فنا وحلا في تدبير الأزمة الاجتماعية، لأنه إذا أردت أن تبني دولة وتؤسس دولة تحتاج إلى السلاح، إلى الأموال، إلى الاقتصاد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء فعله في تأسيس الدولة هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فكان حلا بعد الهجرة التي أفرزت أوضاعا اجتماعية متفككة، لأن الهجرة في حد ذاتها أزمة اجتماعية وخلقت لنا واحد الأوضاع متفككة بسبب الشعور بالغربة والحنين إلى الوطن وغياب العشيرة والحماية والحلف والقلق والاضطراب في حياة المهاجرين. كل هذه العوامل أيها الإخوة الكرام جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في نظام المؤاخاة لتوطيد العلاقات الاجتماعية على أسس إيمانية وعقدية رصينة. فكانت بذل نظام الحليف الذي كان في الجاهلية، حيث كان يقوم على النزعة القبلية والعصبية والحمية كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله، للمؤاخاة، يعني سمة اجتماعية أعمق من الحلف، فهي قائمة على الدين وأحكامه وعلى المساواة بين المسلمين، شعارها إنما المؤمنون إخوة. انظروا أيها الإخوة الكرام كيف دبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأزمة الاجتماعية التي أفرزتها الهجرة وهي التفكك والاغتراب إلى أخوة صادقة بنية على أسس المحبة والود والتعاون. كيف نجح النبي صلى الله عليه وسلم في حل المشكل الاجتماعي؟ بالمؤاخاة. بالمؤاخاة تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من استيعاب وضع المهاجرين والاعتراف بمعاناتهم ثم التغلب على ذلك ومعالجة النتائج عن طريق المؤاخاة، فتحولت المحنة إلى منحة والمعاناة إلى مؤاخاة. هو موضوع شيق، سأعطيكم أيها الإخوة الأفاضل نموذج أو نموذجين في تدبير أزمات اجتماعية في عهده عليه الصلاة والسلام. فمثلا إذا أخذنا مثال أو نموذج توزيع غنائم حنين، يعني بدأت بوادر انشقاق طفيف في الجيش المسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم أقدم على توزيع الغنائم، رغم أن الأنصار يحبون النبي صلى الله عليه وسلم بقي الأمر في قلوبهم، بقي شيء في قلوبهم، لأنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين وللمؤلفة قلوب الذين دخلوا في الإسلام مؤلفة قلوبهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ خمس الغنائم ووزعه على المؤلفة قلوبهم فأعطاهم عطايا عظيمة، فبقي في نفوس الأنصار شيء. فكيف دبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأزمة وكيف واجهها؟ تأملوا
الحكمة ديال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدبر هذه الأزمة. نعلم أن الأنصار هم معروفون ببدلهم وكرمهم، وعلى هذه الخلفية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حل هذه الأزمة. فأول شيء فعله أولا نادى على سعد بن عبادة سيدهم، يعني لم يكلمهم جميعا، وهذا فن في تدبير الأزمة، يعني أخذ رأس وسيد القبيلة وسيد الأنصار اللي هو سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد وجد أهلي في نفوسهم مما صنعت، يعني سعد يقول لقد وجد أهلي في نفوسهم مما صنعت، أعطيت عطايا عظيمة ولم تعطني الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأين أنت يا سعد؟ قال أنا من قومي يا رسول الله. تصور النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كي أولا كيعرف الحقيقة وكيتكلم مع ممثل الأنصار اللي هو سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد اجمع لي قومك، يعني هنا فن في مواجهة وعزل أصحاب المشكلة، يعني بغينا ندبروا واحد الأزمة خصنا نعزلوا المشكلة، نعزلوا نحدوا المشكلة، يعني نسيب ليوها نحدوها مزيان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم في مكان واحد دون غيرهم، حتى أنه في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لأحد من المهاجرين بحضور الاجتماع، وهذا فن في تدبير هذه الأزمة. وهكذا بدأ يتحدث معهم على المشكلة ولم يصرف كلامه عنها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة باش دبر الأزمة عزل أصحاب الأزمة في مكان محدد، ثم يعني اقتصر على موضوع محدد اللي هو موضوع الأزمة، فقال بحكمته وطيب كلامه صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم وجدتم علي فيها. فقال يا معشر الأنصار ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي، سبحان الله، ألم آتيكم عالة فأغناكم الله بي، ألم آتيكم أعداء فألف الله قلوبكم بي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة اللي استخدمها في تدبير الأزمة أنهم ذكرهم بالنعم التي حصلوها، يعني لما سمعوا هذا الكلام تصغر في قلوبهم الغنائم والدنيا، بمعنى أنتم كأن يقول لهم أخذتم عطايا أفضل من الغنائم. ثم بعد ذلك يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم مستهدفا عواطفهم وقلوبهم وعقولهم بقوله ألا تجيبوني يا معشر الأنصار، فكانوا في أدب فقالوا بما نجيبك يا رسول الله، لله المن والفضل علينا. شوف دوك يعترفوا دوك يحسوا بالنعم اللي من عليهم الله. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعدد حسناتهم، يعدد ومناقبهم، بدك يعدد الحسنات ديالهم بقوله، هنا رفع المعنويات، لو قلتم فصدقتم، أتيتنا مطرودا فأويناك، وعائلا فأغنيناك، ومخذولا فنصرناك. وبدأ يعدد ويعدد، فبدأ الأنصار يتأثرون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أوجدتم علي بلعاعة أتألف بها قلوب قوم أسلموا حديثا وآكلكم إلى إيمانكم وإسلامكم، هذا لثقتي فيكم. ثم قال يا معشر الأنصار أما ترضون بأن يرجع الناس بالبعير والشاة وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في المنهج ديال تدبير هذه الأزمة كيعطيهم المقارنة، الآن مقارنة ستظهر لهم الحقيقة ما وجدوا في أنفسهم، يعني محطهم هذا الموقف هذا ضجوا وبكوا حتى ابتلت لحاهم وهم يقولون رضينا برسول الله حظا وقسما. الله أكبر، ما أعظمك يا رسول الله يا نبي الهدى، يا نبي الهدى يا حبيبي يا رسول الله. ثم بدأ يستميل قلوبهم وقال لولا الهجرة
لكنت من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ثم يدعو لهم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ثم يختم لهم: يا معشر الأنصار، إنكم ستجدون بعدي أثرا أي مشاكل، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الله أكبر. لا تطمع في مغانم الدنيا، هذا هو منهجه في التعامل مع الأزمة يا رسول الله. اللهم اسقنا من يده وحوضه شربة لا نضمأ بعدها أبدا، كما أمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، آمين. والحمد لله رب العالمين. وأجدد شكري لرئيس المجلس العلمي المحلي لسيدي قاسم، ولمنسق هذه الندوة، ولمن شارك فيها، وأتمنى أن يوفقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه، ويجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتنا جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. فنشهد أن هذا النبي الأمين قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك. بداية، أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الكبير إلى المجلس العلمي المحلي بسيدي قاسم، كما أشكر الأستاذ المحترم سي عبد اللطيف لتوجيهه لي الدعوة من أجل المشاركة في هذه الندوة المباركة المعنون لها بالهدي النبوي في تدبير الأزمات. والشكر موصول إلى جميع الأساتذة الكرام المشاركين في هذه الندوة المباركة. أقول وبالله التوفيق. شهد العالم عبر التاريخ أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية كان لها أثر كبير في واقع الحياة، في واقع حياة المجتمعات ومستقبلها. وتتصدر قائمتها الأزمات الصادرة من الصراعات من أجل السيادة والنفوذ، كما شهد العالم تصدي قيادة حكيمة لهذه الأزمات بغية إدارتها وضرء آثارها. وإذا نظرنا إلى سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإننا نجدها مليئة بالنماذج والشواهد الكفيلة بتقديم منظومة متكاملة لإيجاد الحلول الناجحة والخطوات الحكيمة المدروسة لتجاوز الأزمات مهما كان نوعها، وبالذات الأزمات الاقتصادية. فالمال عصب الحياة ومقوم مهم في تقدم الحضارات أو تأخرها، وهذه المداخلة على إيجازها إشارة إلى الطريق والمنهج الذي يجب اتباعه من أجل الخروج من الأزمات، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. الهدي النبوي في إدارة الأزمات الاقتصادية: المقاطعة والهجرة النبوية نموذجا. الأزمات الاقتصادية: إدارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأزمة الحصار الاقتصادي في شعب أبي طالب،
بدأ الإسلام بالانتشار بقوة في مكة، وبدأت قوة المسلمين بالظهور خاصة بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما، وحست قريش بالخطر يداهمها من كل جانب، فشرعت في سلسلة من المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم تارة، ومع عمه أبي طالب تارة أخرى. لكن هذه المفاوضات باءت بالفشل، فلم يكتب لواحدة منها النجاح أمام صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وثباته على الحق أمام زيف الباطل وتهديده. وهكذا نشبت أزمة كبيرة في مكة بين الفريقين، وخشي أبو طالب أن يتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وخشي أبو طالب أن يتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لمكروه من طرف صناديد قريش، فقام بدعوة بني عبد مناف وبني هاشم إلى اجتماع طارئ صدر عنه قرار بالإجماع بالوقوف صفا واحدا إلى جانبه صلى الله عليه وسلم، حمية وطاعة لسيد بني هاشم أبي طالب. وفي المقابل اجتمع الخصوم من كفار مكة وعقدوا اجتماعا عاجلا خرجوا منه بقرار جائر من الدرجة الأولى، وأجمعوا على تنفيذه، وصاغوه على شكل قانون يخالف كل الأعراف والقوانين والتقاليد والقيم الإنسانية. بنود هذه المقاطعة الظالمة إن أهل مكة بكاملها في علاقتهم مع بني عبد مناف وبني هاشم اتفقوا على ما يأتي: لا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم، لا يبايعوهم ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، لا يجالسوهم ولا يخالطوهم، ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم، لا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للقتل. فالسبيل الوحيد لفك هذا الحصار الاقتصادي الظالم والاجتماعي هو تسليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيا ليقتله زعماء الكفار في مكة، ثم علقوا بنود هذا القانون الظالم في جوف الكعبة، وأقسموا بينهم بآليتهم على الوفاء والالتزام ببنود المقاطعة. واشتدت الأزمة، وبدأ تنفيذ هذا الحصار المجرم الغاشم في أول ليلة من ليالي المحرم من السنة السابعة من البعثة، ودخل بنو هاشم مؤمنهم وكافرهم ما عدا أبي لهب إلى شعب أبي طالب، ومعهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وتعاهدوا على الثبات والصبر، ومعهم سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. صور من المعاناة: قطع الطعام عن المحاصرين بالكلية، بلغ الجهد من المحاصرين مبلغا عظيما حتى كان يسمع صوت النساء والصبيان يصرخون من شدة الألم والجوع، وصل الأمر بالمحاصرين أن اضطروا لأكل أوراق الشجر والجلود والخشب. كيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم الأزمة؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأزمة الاقتصادية الغاشمة الظالمة؟ وهناك امتلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يعرف في الإدارة المعاصرة بمهارات إدارة الأزمة، وعلمها لأصحابه الكرام. أولا التفكير السنني، ثانيا التفكير التسخيري، ثالثا عدم انتظار حدوث الخوارق والمعجزات والكرامات. وسبحان الله، فإن آثار فقه هذه المهارات بدأت بالظهور بإخراج المسلمين من هذه الأزمة الخانقة. فسنة الله جارية بأن الظلم إلى زوال وإن طال أمده، وأن سنة الله ماذية في إزالة هذا الطغيان، فيسخر ربنا سبحانه من يشاء كيفما يشاء. كم بقيت هذه الضائقة؟ 3 سنين كالحة. ما الذي ثبتهم؟ كان الإيمان وحده هو الذي يمسك القلوب ويصبر على اللأواء، كما أن العقيدة الساكنة في القلوب، ومفهوم الأجر والثواب يوم القيامة ونعيم الجنة كفيل باستمرار المسلمين على ثباتهم على محنتهم وابتلائهم. وكان الوحي ينزل ويطالب المسلمين باليقين والثبات. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.
سنة الله جارية ماضية في بيان استعجال المشركين خاتمة الصراع، فهم لا يثقون لا ببعث ولا جزاء، ولا يتصورون يوما لا ريب فيه. وإذا المحصورون في الشعب هم أصحاب الأمر والنهي، والسادة الحاكمون اليوم هم أسرى يرجون العفو. إن مشاركة المربي في ظروف الأزمات هو أقوى دافع على الصمود ضدها، وقد تحمل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لم يتحمله غيره، فهو في الطعام والشراب واحد من القوم، حاله كحالهم، ولكنه مع ذلك كان يحمل هم الجميع، يحزن لبكاء الصبي وهو لا يجد ما يسكته، ويتألم وهو يرى وجوه النساء قد فارقتها حيوية الحياة، ويتأثر وهو يرى وجوه أصحابه وأقربائه وقد فارقتها نظرتها وأثر فيها الإعياء. قيادة الناس وتوجيههم في هذه الظروف العصيبة ليس أمرا هينا، ليس أمرا سهلا، ولكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قادرا بعون الله أن يتغلب على ذلك كله، فهو يقوي من عزيمتهم ويحدثهم عن جزاء الصابرين. الثبات على المبادئ وعدم التنازل عنها مهما كانت الظروف، فالمساومة على الدين لا تجدي شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهما مثلا عليا، فالمشركون قد ساوموه قبل ذلك على ترك ما يدعو له ويعطونه الملك والمال، فرفض ذلك كله. أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالمحاصرة الظالمة، المحاصرة الاقتصادية الغاشمة، وأنتقل على جناح السرعة إلى الحديث عن إدارة النبي صلى الله عليه وسلم للأزمة الاقتصادية من خلال حدث الهجرة النبوية. فأول ما فعل عليه الصلاة والسلام أنه رفع من معنوياتهم وشأنهم وقدرهم، وأخبرهم أن هجرتهم هذه هجرة كريمة، فهم ليسوا مجرد لاجئين إلى بلد آخر، بل هم مجاهدون عظماء، وذكر ذلك في أحاديث شتى، لعل من أعظمها أنه بشرهم أنهم أول من يجوز الصراط يوم القيامة، وذلك عندما سئل عن أول الناس إجازة فقال عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين، وفي موقف آخر قال إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. وهكذا شعر المهاجرون بقيمتهم وفضلهم، وبالتالي رفعت معنوياتهم، وكان صلى الله عليه وسلم يواسي المهاجرين ويهون عليهم مصابهم، والذي أحيانا يكون كبيرا جدا. وما أروع استقباله لصهيب الرومي رضي الله عنه عندما هاجر إلى المدينة تاركا ثروته كلها في مكة، فقال له صلى الله عليه وسلم مبشرا ربح البيع أبا يحيى. ثم قام صلى الله عليه وسلم بعمل فريد ليس له مثيل في التاريخ، وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فتحمل الأنصار عبء المهاجرين وكفلوهم في ديارهم، ووصل الأمر إلى التوارث بين الطائفتين إلى أن نسخ حكم التوارث بعد ذلك. ومع أن وضع الأنصار كان أفضل وأزمة المهاجرين كانت أشد، إلا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالأنصار كذلك، فلم يشأ أن يثقل عليهم حتى مع رغبتهم في التضحية. قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقال تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. وهذه رحمة منه صلى الله عليه وسلم وحكمة، فقد تتغير الأحوال وتتحسن أحوال المهاجرين ويشعر الأنصار بشيء من الغب، ولهذا كان هذا التصرف الراقي منه صلى الله عليه وسلم. بهذه الخطوات وأمثالها خرج المسلمون من أزمتهم، وخففت كذلك أزمة الأنصار، واجتازت المدينة عقبة كان من الممكن أن تؤذي باستقرارها وراحتها. لقد كان منهجه فريدا حقا، ولعل ما ذكر يكون حافزا لنا أن نتوسع في دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم وفي متابعة أحواله، ففي ذلك الخير لنا ولمجتمعاتنا بل وللعالم أجمع.
وصلى اللهم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أنوه بالمجهود الذي يبذله المجلس العلمي المحلي لسيدي قاسم في الاهتمام بالمجال العلمي في فضاءات عديدة، منها مؤسسة المسجد وعظا وخطابة أو ندوات، كما نحن بصدد الاجتماع حوله الآن. والشكر موصول للأستاذ المتميز عضو المجلس العلمي الأخ العزيز والأستاذ المحترم سيدي عبد اللطيف بومهدي، الذي لا يئل جهدا في إسهاماته الحثيثة لتدبير هذه الحلقات وغيرها. كما أتوجه بالشكر للأساتذة المحاضرين ضمن هذا النشاط بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كما أتوجه بالشكر لمتبعي البرنامج الآني، وأبارك للشعب المغربي قطيبة حلول ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة في 6 نوفمبر من كل سنة، الحدث الذي جادت به عبقرية المشمول بعفو الله جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه بمسيرة سلمية جعلت وارث سره مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يمشي على النهج الحكيم وزيادة. ففي رحاب هذه الندوة العلمية تحت سقف العنوان الكبير في موضوع الهدي النبوي في تدبير الأزمات، تأتي مداخلتي هذه الهدي النبوي في تدبير العلاقات الدولية في السلم والحرب. أقول وبالله التوفيق في المجال العلمي عن التخصص في العلوم الشرعية، يجب على الدارس والباحث الإلمام بالعلوم الخادمة والإحاطة باللغة العربية لأنها جزء ماهية القرآن، وأحدد البحث في المصادر من قرآن وسنة وغيرها ومصادر مختلف حولها. هذه إشارة للبحث فقط. ولكي نفصل القول في كل ما يرتبط بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في تدبير العلاقات الدولية، لا بد من قراءة للعديد من كتب السيرة النبوية كابن إسحاق وابن هشام والشفاء والرحيق وأجزاء أخرى كما ذكرها المفسرون كابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم من جهة. ومن جهة أخرى لضبط إشكالية الاستدلال بالنصوص الواردة، منها الإشكالات المتعلقة بما نسخ أو ما قيد أو ما خصص. والهدي النبوي ما يزكي نجاحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤيدا بالوحي كما تعلمون، وبالاجتهاد والتشاور مع الصحابة رضي الله عليهم. لذلك نرى في مواقف كثيرة في تدبير شؤون الدولة كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسم الأمر. وتعني العلاقات الدولية أي العلاقة بين المجتمعات من قديم أو ما يعرف بالسياسة الدولية أو الخارجية بشرطين اثنين: إذا تعددت الحدود القومية، ثانيا إذا كان لها أثر سياسي. ومسألة العلاقات الدولية تنحصر في الدول ودين الإسلام بدون خلط بين الدين والظواهر والأفكار الاجتماعية في أبعادها الحضارية. فالدين ينظر إلى التفاعل بين المجتمعات الإنسانية وترابطها سلما وحربا كما سنرى بتفصيل وشواهد متباينة وعديدة. أيها الإخوة، إن أساس العلاقات الدولية في الإسلام قائمة على السلم والسلام، وقد وردت كلمة السلم في القرآن أكثر من 50 مرة، ولا يجنح للحرب إلا في حال الضرورة والدفاع عن النفس وحماية الدولة. وقد اتفق الفقهاء من خلال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
على عدم التعرض للمدنيين أثناء الحروب كالنساء والأطفال والرهبان والشيوخ والمصابين بالجنون والعمي والطاغين في السن، وعلى المحارب ألا يسفك دما لا ضرورة لسفكه، ويحرم إحراق الأعداء أو إغراقهم أو التمثيل بهم وبجثثهم. لقد التزم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعاهدات والعقود كما سأبين سنين عددا قبل نشأة القانون الدولي العام المعاصر. ولقد كانت المرحلة المدنية أي بالمدينة المنورة هي الأساس لقيام الدولة الإسلامية وإصدار قراراتها، لأنه بمكة لم تكن للمؤمنين دولة، بل كان الشأن يومئذ لقريش وحلفائها كما تعلمون. ومن النماذج في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلاقات الدولية نذكر الجوانب السلمية أولا ثم مجالات الحرب. أولا في صلح الحديبية بعدما قبلت قريش الصلح مع المؤمنين، وهذا قد سبقه قتال في بدر وأحد، واتفق الطرفان على إبرام عقد صلح، وجاء دور الالتزام في كتاب الصلح، فقد رفض سهيل بن عمرو كلمة بسم الله الرحمن الرحيم إلا قول بسمك اللهم، ورفض اسم محمد رسول الله إلا اسم محمد بن عبد الله، وكان من البنود العقد ومن فر من قريش إلى المدينة لا تقبلوه، ومن آتانا منكم قبلناه. وغاض ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضوا بالدنية، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحكيم أمضى معهم العقد وأخر العمرة. هذا دليل التدبير والجنوح للسلم حتى لا تقع الحرب. وما نقض العهد إلا قريش في قصة أبي بصير. والمثال الثاني، مهما وقع من قتال في بدر أول موقع بين المسلمين إذ قتل ما يفوق من 10 من المؤمنين، وقع 70 أسير في يد المسلمين، واختار بعض الصحابة قتلهم لأنهم جاءوا محاربين، لكن كان للقرآن رأي غير ذلك وقبل منهم الفدية أن يعلم كل أحد منهم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. إنه تدبير وهدي مميز على مر التاريخ، فاعلمه وراجعه في السيرة. ثالثا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل السفراء إلى بلاد العرب والعجم في أساس من التفاهم واحترام الآخر لتحسين علاقات الجوار، كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بقاعدة لا إكراه في الدين، وكان يقتصر على دعوتهم للإسلام لأن رسالة الإسلام عالمية، لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رابعا، عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملوك والأمراء لإنقاذ الناس من الشرك والعبودية، ولم يأل جهدا في ذلك في مهمة التبليغ. قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. النص بين هنا، أفتح قوسا من خلال الآية للتمييز بين السلم والحرب مع الكتاب. لابد من الاطلاع في مواضع الاستدلال على خصوصية المسلم المسالم من المحارب. وقد لوحظ بناء العلاقات الدولية في صدر الإسلام مع المجتمعات البشرية، فالعلاقات الإنسانية تفاهم وتعاون مشترك فيها تبادل المنافع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري مع اليهود وغيرهم تجارتان ورهنان وعاريتان حتى تضمن الإنسانية البقاء. أيها الإخوة، إن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا
في دخول أصحاب الملل والناحية الأخرى في دين الإسلام. وما نخشاه اليوم هو سوء فهم المسلمين للإسلام حذرا من سوء عواقبه كما لا يخفى علينا. فلذلك كانت مهمتنا البيان. وبالفعل منح رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة إعلامية لدولته بالرسائل والكتب الموجهة إلى شبه الجزيرة العربية ودول الفرس والروم. والعلاقات الدولية في زمن الحروب، حينما نرجع للتاريخ والسيرة النبوية الشريفة، نلفي الرسول عليه الصلاة والسلام يستخدم وسائل الاتصال والتواصل الفردي والجماعي لبناء العلاقات الدولية بين دولة المدينة وسائر أنحاء العالم، مع التصدي لكل حملات التشكيك والشبهات المغرضة حول حقيقة الرسالة الإسلامية. ولا يتسع الحيز الزمني لبسط مجموعة من الأدلة والشواهد، فلذلك أرجع إلى أخي الأستاذ عبد اللطيف لإكمال وإسمام أطوار هذه الندوة العلمية مع الأساتذة الأجلاء. دمت موفقا مشكورا. نعم أستاذ، نرجع لما تبقى من تكمال أطوار هذه الحصة وهذه الندوة المباركة قائلا وبالله التوفيق. وقليل الأمثلة يدل على ما سواه في الكثرة وفي نفس الغرض، ولا أدل على ذلك من تحويل علاقة الحرب بين الأوس والخزرج إلى سلم. والنموذج الكبير في الهدي النبوي كذلك تحويل الحرب الطاحنة التي ورثها قريش أبا عن جد يوم الفصح في السنة الثامنة للهجرة، لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من غدر قريش وخرمها وغدرها لعهدها، إذ ألبت بني بكر على خزاعة حليفة المسلمين، إذ قال لهم يوم أن ظفر بهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا وهم ينظرون خائفين: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم تحول عدد كبير من محاربين للرسول عليه الصلاة والسلام إلى مسلمين مسالمين وحسن إسلامهم، وصاروا من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وأبي سفيان بن حرب وعكرمة بن جهل وهند ووحشي قاتل حمزة رضي الله عليهم أجمعين، وعدد كثير. مع ملاحظة أن بعض التقسيمات للدول عند بعض من كتبوا من المسلمين، تقسيم إلى دار الحرب ودار السلم فهو تقسيم روماني، أو إلى دار كفر ودار إسلام، فهذا يناقض عالمية الدعوة الإسلامية. ومن ذلك عاش اليهود والنصارى مع الدولة الإسلامية عصر الهدي النبوي، وتعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ما كانوا عليه، وسار على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون. وحينما نؤكد على أن الدولة الإسلامية تدعو إلى السلم، فالقرآن نقرأه يحثنا على الإحسان إلى عامة الناس: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. والسنة الفعلية من السيرة النبوية خير مثال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الحديث: من قتل ذميا فأنا حاججه يوم القيامة. وأخيرا، فإن كل الغزوات التي نظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لنشر الدعوة الإسلامية وإنقاذ البشرية من الضلال المبين من عبادة الأصنام وسفك الدماء. وفي الحديث: من قتل، وفي قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قواعد شريفة في الحروب وألزمهم بها. ففي صحيح مسلم روى سليمان بن بوريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سارية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين،
حيرة، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالتيسير ويقول: يسروا ولا تعسروا. وكان المسلمون في الفتوحات لا ينهبون ولا يضربون النساء لورود الحديث في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النهبة ليست بأحل من الميتة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجهزن على جريح، ولا تتلعبن مدبرا، ولا تقتلن أسيرا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا توجد مسيرة 40 عاما. هذه قواعد طهرت ما كان عليه الناس في الجاهلية بالجهاد المقدس. فبذلك أسلمت همدان ونجران وبنو حنيفة أصحاب مسلم الكذاب ووفد طيب، والأمثلة كثيرة في هذا المضمار. وأشكر مجددا كل إخوة المشاركين في هذه الندوة العلمية، والحمد لله رب العالمين.